السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادينس بتضاف جوه المتصفح بتاعك ايا كان نوع المتصفح بتاعك، في اكتر من واحد مش بس جوجل كروم، بحيث ان انت في اي لحظة عندك مثلا سؤال متعلق بالصفحة اللي انت واقف عليها او الموقع تقدر انت تسأله السؤال ده، تقدر ان انت حتى تديله ملف PDF او ملف يوتيوب وهو يبدأ ان هو يجاوبك عليه. ممكن تقول له لخصولي، ممكن تقول له اشرحولي، ممكن تقول له في كلمة مش واضحة، ممكن تقول له هات لي الريفرنس اللي مرتبطة بيه، ممكن تقول له ترجمهولي، ممكن تقول له اعد الصياغه بتاعتها، ممكن تقول له اعمل لها اكسبند، ممكن تقول له افحص الجرامر بتاعتها. طبعا هم مرتبطين بشات جي بي تي، مرتبطين بمواقع تانية بحيث ياخدوا منها المعلومات بشكل قوي جدا. تقدر ترفع له صوره وتقول له صفر الصوره ديت. فكل امكانيات شات جي بي تي والمواقع بتاعت الذكاء الصناعي موجوده فيه. ممكن تدي له نص مثلا، ممكن ايميل مثلا تقول له رد لي على الايميل دوت، فيقرا الايميل ويبدا ان هو يجهز رد. بس لازم برضو انت اللي تراجع على الحاجه، ما ترميش كل حاجه على الذكاء الاصطناعي. في برضو ان انت ممكن تقول له انا هديك برومت وانت حوله لي لصوره بالشكل دوت. فهتلاقي مرتبط بتولز كتير قوي، مرتبط بشات جي بي تي 4 و3 وتكست تو ايمج وجرامر تشيكر وسيرش انجينير وشات بي دي اف، كل دوت في الاداه البسيطه دي اللي انت بتسطبها وتبقى معاك على طول في قلب الملحقات اللي موجودة هنا.